السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم يا شباب؟ أهلا بكم يا جماعة الخير في مقطع جديد، حياكم الله جميعا. يا أهلا وسهلا في الحلقة الثالثة من الكارير مود. اعذروني على عدم إكثاري من هذه السلسلة يا جماعة الخير، بحكم أنه إحنا عندنا بلا مال ويبغى لها تركيز مرة عالي. حلاوة الكارير يكون بعد ما تنهي سلسلة الألتيميت تيم، يعني يكون كذا على نهاية اللعبة، لكن ما يمنع أنه إحنا نسوي سلسلة حاليا، وبعدين إن شاء الله بإذن الله لا جاء وقت نهاية اللعبة ممكن نلعب كارير مدرب وكارير لاعب وكل حاجة، يكون عندنا أكثر من خيار وممكن نختار فريق ثاني. يعني فاللعب اصلا كبيره، يعني فيها 50,000 طور. طب يا جماعه قبل ما نخوض في تفاصيل المقطع، انا قد تكلمت عن دوري الفانتسي يا جماعه الخير، ودوري الفانتسي معتمد على الواقع، يعني تبني لك تشكيله مع الاحتياط حقتها، في حال انه اللعيبه اللي بنيتهم اللي اخترتهم في تشكيلتك بدعوا يصير ياخذون نقاط عندك هنا في اللعبه نفسها، وتصير تختار اللاعب بناء على توقعك انه راح يبدع او لا. طبعا انا عندي فريق اخترت في الهجوم عندي جوميز ودواكا من الشباب على النمر، وادواردو على النمر جاته اصابه، شوف لما حطيته في فريقي جاته اصابه المسكين، وادواردو فالنويفا وهذا تشكيلتي تقريبا بكل اختصار يا جماعه. ما كنت موفق جدا في اختياري لهذه التشكيله للجوله الا في ادواردو بدع وجاب لي 24 نقطه. يمديك قبل كل جوله تروح انت اختيار اجراء الانتقالات وتختار اللعيبه اللي على كيفك لكل جوله، والميزانيه المتاحه عندك 100 مليون لكل لاعب، لكل شخص يلعب اللعبة يكون عنده ميزانية إلى 100 مليون تبني فيها تشكيلتك. أما بالنسبة لأسعار اللاعبين تختلف ما بين فترة والأخرى، حالة أنه اللاعب قام يبدع وكذا سعره يرتفع، ما في حالة أنه اللاعب ما قام يبدع سعره ينزل. في حال أنكم حابين تشاركون في الدوري حقي يا جماعة راح تحصلون الكود حق الدوري تحت في صندوق الوصف، وكذلك إذا كنتم حابين تلعبون اللعبة تحصلون رابط اللعبة موجود تحت في صندوق الوصف كذلك. إذا تبغى تفاصيل أكثر عن كيف تلعب اللعبة تضغط على أيقونة كيفية اللعب وفيها جميع التفاصيل، وترى يمديك تسوي دوري مع خويانك وتنافسون بعض وتشوفون مين اكثر واحد فيكم المحنك اللي مديه يتوقع يعني كذا ويقرا المستقبل. نقرا تعليقاتكم يا جماعه. هنا الرجال الطيب الله يجزاه بالخير بنجمه دال نجمه القحطاني كي 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 اسمه غريب، المهم قال لي دنروما 33 مليون وحط لي ابراهيم كونتي 12 مليون، كويسين اللعيبه كلهم من 21 وتحت. هدفي في هذه السلسله اني اجيب لعيبه اقل من 23 سنه. ذلك هنا تعليق من انس زاكي يقول استي ابراهام واستي الثاني كين وسي ام فالفيردي وار ام هيكتور وسي دي ام ماركوس، جيب لاعب الريال المعار الياباني. طيب خبر سيء يا جماعة، إذا ما استثمرنا هذه الفلوس مع نهاية الانتقالات الشتوية فالموسم الجاي راح تروح علينا، فإحنا لازم نستثمر كل ريال يكون عندنا في النادي. الآن نروح نشتري اللعيبة اللي ينصحوني فيهم الشباب. في كثير ناس قالوا لي يا أحمد والله بتخرب السلسلة إذا شريت هذول اللعيبة، أنا عارف إنه الجريتش قانوني، هو مو جريتش يا خوي، مو جريتش، بس ترى ممكن يعني تتعاقد مع لاعب مثلا زي كافاني عمره 32 سنة ولا نادي يبغاه ما قدم مستوى، تعاقد معه وتجيبه عندك وتستفيد منه، لكن إحنا ما راح نسوي الحركة هذه، راح نعتمد على اللعيبه اللي شريناهم نطورهم. كذلك في ناس كثير زعلانين على انه ليش يا احمد تسوي استحواذ مالي وتجيب 50 مليون، المفترض تبدا بميزانيه نادي، يعني الموجوده كانت ميزانيه النادي اعتقد كانت 16 مليون. يا سيد الفاضل هذا الشيء متاح في اللعب وكذلك شيء واقع، يعني ممكن يكون في رجل اعمال دعمنا بهذا المبلغ، ان افترضنا احنا اللي قاعد نسويه له علاقه بالواقع، فما اشوف فيها اي مشكله، وبالعكس وتراها 50 مليون و50 مليون في عالم كره القدم لا شيء. باقي شوي على انتهاء الانتقالات الصيفيه يا اخوان، هذه احنا عندنا مشاكل في خط الدفاع، فبنحاول نتعاقد مع الرجل الطيب هذا، لكن يبغى لي امشي شويه اللي انا ودي اجيبهم من اقتراحات الشباب، هذا اللاعب وهذا وهذا وهذا. بحاول اجيب كونتي يا اخوان مع انه انا متاكد راح يكلفنا فلوس كثير. طبعا الشرط الجزائي حقه 38، ساك الله بالخير يا مرحبا حياك الله يا مرحبا. الشرط الجزائي حقه 38 معناه سعره ما يعدل 20، فايش رايكم اعرضهم 15؟ يا رب ما يزعل، يا رب ما يزعل، يا رب ما يزعل، لا تزعل. 15 و500 يلا طيب، ال 500 حقت المشاوير اللي جيت فيها، كسر العقد حقه كان ب 34، طيب انا بعطيك 20، طيبة والله 20 يا اخي والله طيبة. ايش بامك؟ انتوا ما تستحون على وجيهكم، طب قدر انه احنا حاجزين لك فندق وتذاكر طيران وسفر وقهوه وشاهي واكل ما عاد اني متعاقد مع لاعب الين يجي المراقب يعطيني تقرير كامل على اللاعب، اما السباهه الذي ما عاد ابغى انا والله والله صراحه اهانه يا شباب، واحد يقوم من الاجتماع صراحه تحس بالخاطر ترى. هذه المباراه محاكاه اخوانا، او فزنا 2-0 يس يس. يا جماعه الخير ما باقي غير يوم واحد فقط على انتهاء الانتقالات الصيفيه، والرجال حق التقارير يبي له وقت طويل على ما يجيب التقارير. حاول نتعاقد مع ابراهام
هام يا اخوان لانه طوله 196. او ماي جاد ابراهيموفيتش الجاي هذا. ساك الله بالخير يا لامبارد، كيف حالك؟ عساك طيب ان شاء الله، امورك طيبه، الله يسلمك. تراني انا احترمك كلاعب قردن، فهمت؟ انا والله انا كنت يعني مره احبك وكنت اتابع لك مبارياتك يوم كنت لاعب، وانا اشوفك كذلك لك يعني مستقبل في عالم التدريب، فايش رايكم بمليون؟ كويسة؟ لا لا والله بيزعل دحين، لا ما نبغى. الله يسلمك، حنا نشوف ابراهام الرجال الطيب هذا، انتم ما تبونه وانتم فريق تشيلسي وعندكم لاعبين ما شاء الله تبارك الله، 15 مليون طيبة ان شاء الله، واذا قمت ورحت الله يستر عليك. ها؟ ها؟ وافق على طول، لا يكون انضحك علي، لا يكون هو اقل من كذا. لامبارد تعال وقف اصبري. شباب كم سعر هذا؟ كم سعره وكم قوته؟ انا خايف ما راح اوقع مع العقد النهائي، بحاول اتعاقد مع الرجال هذا الطيب كذلك من تشيلسي، لطالما انه لامبارد ما شاء الله تبارك الله يعني باله وسيع وكذا. يلا طيبه 5 مليون يا لامبارد. ايش فين انا ماني عارف اقدم عرض. لا 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 امزح معك لامبارد، اقسم بالله امزح معك، قسما بالله بالغلط بالغلط. لامبارد تعال تعال، ابغى اللاعب ابغى اللاعب. اعطيته دولار، في احد يعرض دولار؟ والله العظيم بالغلط جيت بعطيه ضغط سويت تقدم، والله العظيم ما كان قصدي. هلا يورغن كلوب يا مرحبا، يا الله حيهم يا مرحبا. ترى اطول مني، ترى طويله شباب 195 حاجه زي كذا. والله شوف يا طول عمر السلام، تراني والله احبك واقدرك وكنت اشجع ليفربول عشانك انت، ترى هذا الكلام من القلب. ترى ما راح ابخس جوميز، راح اعطيك فيه 17 ان شاء الله انك تقول طيب. 39 يا مجرم، 39 يا ما عاد احبك يا يورغن كلوب، والله انك كريه كريه. ما انت شفت كيف ضحكتك؟ 30 وقول يلا وسمي بالله يا ابن الحلال، انا عارف انك مقدر. عوذ من ابليس يا ابو كلوب، مليونين ترى هذه ما هي هينه ترى. ها ها وافق والله ابو كلوب، يلا حيهم يا مرحبا، ابرك الساعات، شكرا والله نورتنا النادي يا اخي، والله اني احبك انا. لا ترى كنت امزح معك ترى. المهم عندنا لعيبه اثنين ما وقعنا العقود معاهم اللي هو ابراهام وقومي. 4 سنوات يا شيخ، تعال اسكن عندي في بيتي لو تبغى، انا اطلع من بيتي تعال بس. النكبه لما يقول لك انت حدد راتبي، خلينا نفترض انه كان يستلم 50 ومكافاه توقيع 20، يلا وش تبغى؟ 500,000 كثيره يا ولد وتوك صغير، تبي تبربس فيها؟ لو ما تسترجع لقوميز اوريك انا. ها ها هذا مره مدرب مرة. لاتسيو؟ ايش دخل لاتسيو؟ اخوان ايش دخلت؟ يلا عشان هذا تشتري فيها يعني، اتوقع انك بطران جاي من تشيلسي يبغى راتب 50 ومكافاه توقيع 400، استنزاف يا اخوان. انتوا انا 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 متفهم انكم جاي من انديه قويه، بس ما يعني انك تستغل الوضع يا قبول يا اخي. يلا معليش، يلا مو مشكله، يستاهلون يا اخوان لعيبه شباب. طيب يا جماعه، هذا جوميز حيكون اساسي عندنا في التشكيله لانه ذا مره بطيء، وابراهام قوته 76 حلو، يعني احنا شرينا لعيبه ذهبيين يعني بالنسبه للالتيميت تيم. عندنا احتياط اساسيين، عندنا كل حاجه يا اخوان. باقي معنا 14 مليون، هذه نخليها الانتقالات الشتويه ما نستعجل، وهذول اللعيبه اللي انا مدرجهم في قائمه الانتقالات اعتقد انه لو بعناهم، والله لو بعناهم كلهم على بعضهم ما يجيبون حتى 5 مليون. الان لعيبتنا كويسين في السبعينات ما عدا الاظهره، ان شاء الله يتطورون ويصيرون على 70. الان هدفنا انه نوصل فريقنا كله مع سواء اللعيبه الاساسيين او اللعيبه الاحتياطيين، اللي انا ابغى هذا يوصل 70 وهذا يوصل 70 وهذا يوصل 70 والباقيين ان شاء الله في حريقه عادي. اما بالنسبه للعطال يا جماعه، مو معناه اذا انا ما جبت عطال معناه انا اكره الجزائريين، حاشا لله وكلا اني اكرههم. ليش اكرههم؟ كل اللي املكه اتجاه الجزائريين ككل ومتابعيني بالذات محبه وتقدير واحترام، بس هذا كارير مود، هذه اختيارات شخصيه، انا ما بجيبه، ابجيبه يمكن في الكارير الجاي ان شاء الله، لكن حاليا ماني محتاج هذا اللاعب. اوكي يا اخوان، اقول لك احضر مؤتمر صحفي. اوكي عندنا مؤتمر صحفي يا جماعه. Thanks guys. We're going to get started with the questions now. يا تفضل. معنويات الفريق غير سعيد يا اخوان، لانه المباريات اللي لعبتها سويت فيها محاكاه جبت في امها العيد. هل لديكم المستوى الذي يمكنكم للعوده؟ بكل تاكيد يا حبيبي انا اتكلم فيها. نعم نعم، حققتم انتصار واضحا في مباراتكم السابقه، هل تعتقدون ان هذا سيؤثر على معنويات؟ انا برد رد دراماتيكي، المعنويات احدى الجوانب الاستراتيجيه. نعم قد قلت هذا سابقا سأعيده مرة أخرى، المعنويات جانب استراتيجي لإدارة الفريق في أي رياض. هل ستبيعون بعض اللاعبين قبل نهاية موسم الانتقالات؟ نقوم ببناء فريق. نعم أنا صراحة قاعد أيوة برد هذا الرد اللي هو نقوم ببناء فريق للفوز. نعم حياك الله يا مرحبا. مركزنا يا أخوان 11، جبنا العيد. أوه شوفوا هذا يوم وقعت مع تامي إبراهام يا أخوان، هذه تشكيلة المباراة القادمة. المباراة القادمة لازم نفوز فيها ونقدم فيها مستويات كويسة. Please meet your wife at the ticket office. Thank you. يقول روح قابل زوجتك عند عزائنا ما كنتم، اهلا بكم في مباراة مهمة، مباراة لا يجب ان تعيد لنا معنويات الفريق. يلا يلا يا كبير، الله من اول هجمة وبندا يعطيك هدف اسطوري.
هذا المادة اللي تعبنا عشانه. ها يا مادة، وين مهاراتك؟ وين مهاراتك المادة؟ روح روح يروح. يلا لا، كيف تضيع ابراهام؟ احيى المرتدة، يا ساتر دفاعنا بطيء مرة، ما يمدينا اجيبهم. الله يا بوتلاند، يس قريتوا وخرت الحارس. ليتس جو، يلا الله يا جيبز. اح يلا ابراهام، وربي تخيب الظن اجلدك يا كلب. والله اني اعطيتك الفرصة، انقلع. تعال يا ابراهام، باك في سالفة، تعال تعال تعال. ايه روح اجلس هناك، اجلس يلا. شوف اوف، لا الدفاع حقي بريالين. روح ساكا ساكا، سلام يا ساكا، سلام يا ساكا، الله يا ساكا، الله 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 الله. يعطيك العافية، ما قصرت يا كابتن، جلدناكم ببلع. الحين سؤال، ما في مدرب جاب في لقاء صحفي برضو بعد المباراة؟ ايوه ايوه ايوه. هاي سوري، كان وي جست جراب ا مومنت اوف يور تايم. يستحق كل الثناء، نعم بندا يستحق كل الثناء، وبندا رجال اجودي وصراحة يستحق المدح والثناء والضخم الاعلامي، لانه لاعب جيد ولاعب ممتاز. سيتي دائما يفوز، نعم نعم انا اتوقع الفوز دائما. والسؤال الحقيقي الوحيد، باي فارق من الاهداف؟ اوه يا الجلد. كان ينبغي ان افوز باهداف اكثر، نعم لولا ابراهام. اعتقد ان الفوز كان بيدنا بنتيجه اكبر، لكن ابراهام ضيعها. الله يسلمك حبيبي، شكرا. وعندنا عرض انتقال للرجال الطيب هذا ب 600,000. يا شيخ خذوا خذوا ب 2 دولار. في جاردن يقول لك، انا مسرور لانك قررت بيعي، لم اكن سعيدا جدا للعب هنا، واظن الانتقال سيكون افضل للجميع. والله العظيم اني معاك ومتفق معك، وحتى سعيد جدا الرجال، وهذا كذلك مسرور انه قررت البيع، وهذا كلهم مسرورين ما شاء الله. الله يسعدكم يا اخي، الله يستر عليكم. طالما انه كذا يا ابو ابراهام، يبغى لك شغل في الشوت، الله يرحم لي والديك. اوه كويس يا جماعه، صار 79 بوتلاند، قاعد يتطور الحارس. الاعلام يتكلم عني، يقول الدوسري الرجل المطلوب. معنويات الفريق يا جماعه غير منطقيه، يعني مثلا هذا في احتياط الاحتياط الاحتياط ومبسوط. يقول لك، نود ان نستفسر عن مدى اهتمامك باداره منتخب باراغواي الوطني، الرجاء القاء النظر على التفاصيل. التفاصيل يقول انهم يبغون يتاهلون لكاس العالم، تشوفون انه من الجيد اني ادرب منتخب ولا اسحب على امه، انتم تقررون. هذا القرار قراركم، وححط تصويت، واذا نسيته اكتب لي تحت في التعليقات وصقعني كف على وانت ماشي. تاكد في الشاشه، لازم تضغط في الشاشه. 5 دفاع يا مجرمين، كفو 3-0. وعندنا الظهير جاته اصابه، الله يقلع المحاكاه البيض. ستوك سيتي يؤكد لمده 3 أشهر تمزق في عضله الفخذ. الحين بيشمتون فيه، الحين يقولون لو انك جايب عطال. خلونا نحرص على اننا نلعب مع الانديه اللي ترتيبهم فوق نادي الذبانه. لا مو ذبانه، نحله. نادي النحله هذا، لا في فرق بين النحله والذبانه. ايش فيك يا احمد يا كلب، ركز. انتهى التعادل 0-0، هذا الفريق الاحتياطي حقنا. ها فزنا 2-0، اوكي حلوين. اوكي ابراهام صار 77، راح نلعب ضد نادي ترتيبه الثاني يا اخوان، وحنا ترتيبنا الخامس، فلازم هذه المباراه نفوز. نعم يلا اخوان، يلا شباب شدوا شد. يلا 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 ابراهام، يلا يلا شباب. وبندا المادة، روح يا بندة، السرعة والغضب. ها الله الله يا أوبندا، الله 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 الله. لا أنا ما علمتكم كذا تسوون المصيدة يا أخوان. سلام سلام، يلا يلا كبير. يا عيني يا ابو حميد، وحش. ايوه يا اخي ايوه يا اخي، ليتس جو ليتس جو. سلام سلام سلام، روح يا ابو حميد، روح يا ابو حميد. الماده الماده هذا الماده الماده، يا وحش يا كبير. ايوه يا اخي، انا كذا علمتكم، انا كذا ربيتكم، الله يحفظكم يا ابنائي. لا يا ابنائي ابنائي، كبير يا بوتلاند، هذا هذا ابوي. ابراهام، الله الله الله، ماذا تفعل؟ ساكا ساكا ساكا، لا يا اخي هذا ينزل يسجل، الله يرضى لي عليه.
الله يبارك فيك حبيبي، شكرا لك. شكرا حلوين يا عيال اساطير. هل كنتم تتوقعون مباراة اكثر تنافسية؟ والله انا توقعت مباراة اكثر تنافسية، توقعتهم انهم ينافسون يجلدوني شيء، فراح اقول التحدي لم يكن هناك اي صعوبة بالنسبة لنا، قد تكون بحاجة لرفع فوز مريح بعد تسجيل سوكسي لاخر هدفين. هل تعتقدون انه كان بالامكان ان تسير المباراة اليوم في الاتجاه المعاكس؟ بدل ما تكثرون علينا اسئلة خلينا نركز على المباراة الجاية، حان الوقت للتركيز على مباراتنا القادمة. نعم يقول لك ما مدى الصعوبة التي واجهتموها في منع مهاجمي نوثينغ من التسجيل؟ لقد لعبنا بطريقتنا فحسب، يعني ما كان في طريقة يا رجال. حياك الله، مرحبا، فمان له. هل تشوفون المؤتمرات الصحفية اللي هم حاطين لنا اياها افضل، ولا اللي يسويها انا اللي اخترعها بالسيناريوهات حقتي انا؟ يمكن احط تصويت ثاني صح. صور اوه الفريق كول ابو مبسوط، محاكاة بالفريق الاحتياطي. 3-0 غير سعيد على يا عمي يزعل والله، خلما يقول لي غير سعيد على الاطلاق صراحة حزب خاطر احزن عليه، اني ودي العبه بس ما صعب. ما تتعين، ما تتعامل بالمشاعر، لازم تتعامل بالعقل. هذا هو اللي يفرق بين المدرب الناجح وبين المدرب اللي جام، وانا ما اعرف المجاملات صارم. انا فازوا علينا 2-1، او ماي جاد، وعندهم ستورديج. لو ادري كان لعبت المباراه انا بنفسي. طبعا اذا سويت محاكاه المباراه ما يكون في مؤتمرات صحفيه. 4-0 اوه الجلد، وبند سجل لك هاتريك. شباب اكتشفت حاجه، ما راح نستفيد كثير من اللاعب اللي راح نطوره وما هو اساسي عندنا في التشكيله. يعني انا شايف اوبندا والشباب يتطورون ما عاد هذا الرجال الطيب، لانه اساسا مو لانه ما هو اساسي عندي في تشكيلتي، راح استبدله بلاعب اساسي في تشكيلتي، لانه اللاعب اذا بدع معي في المباريات راح يتطور اسرع. طيب يا جماعه وصلنا لنهايه الحلقه، في الحلقه القادمه باذن واحد احد راح نلعب مع صاحب المركز الاول اللي بيننا وبينهم حوالي 7 نقاط، لو فزنا عليهم بنقلص الفارق. اوبندا هداف الدوري يا جماعة ب 11 هدف، مبيعات القمصان جابت لنا 200-300 ألف بس، اللي هو قوميز وابراهام وبندا. وبندا تنباع القمصان حقته لأنه يعني مبدع، وفي صيانة للملعب تروح. أنا ها أوكي أوكي. أنا ما أدري يا أخوان هل أنتم متحمسين؟ قولوا الصدق يا أخوان، متحمسين كملوا. فما أدري لازم تعلموني هل أنتم متحمسين ولا لا. إذا كان عندكم أي اقتراحات لاعبين نجيبهم في فترة الانتقالات الشتوية اكتبوا لي تحت في صندوق التعليقات يا جماعة. الانتقالات الشتوية يبقى لها 3 شهور وحنا عاد نسوي محاكاة لبعض المباريات، فتوقع مدافع ثاني يكون جنب قوميز حقيقة وظهير. المرة هذه لازم أجيب عطال شكلي لأني في موضع حرج. شفت إذا احتجت عطال بجيبه، لكن أنا أول ما كنت محتاج. لا تنسون اللايك يا أخوان، تابعون حساباتي تحت، واشترك إذا ما كنت مشترك في القناة يا جميل.